في الجولة 13 من الدوري الكردستاني الممتاز، حل نادي نوروز ضيفا على نظيره سوران. سوران المستضيف الذي لم يفز سوى في مباراتين، بدأ المباراة بالهجمات المتتالية على فريق نوروز. وبعد مرور 6 دقائق من الشوط الأول، أدرك سوران هدف السبق في المباراة عبر لاعبه على عدنان. وبعد هذا الهدف استحوذ نوروز على الكرة بشكل كبير، ووصل إلى مرمى سوران قبل انتهاء الشوط الأول ب10 دقائق، ولكن حكم المباراة ألغى هدف تعديل النتيجة لنوروز بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. وعلى إيقاع الشوط الأول استمر نوروز في الاستحواذ على الكرة والهجوم على مرمى سوران، ولكن دون جدوى، ليصفر الحكم انتهاء المباراة بفوز سوران بهدف نظيف. وبهذه النتيجة رفع سوران رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد نوروز من النقاط عند النقطة 19 من الدوري. سبب الخسارة عدم التهديف اليوم، يعني صراحة احنا استحواذ كنا انه خاصة الشوط الأول والشوط الثاني من آخر دقائق شوية اللعبة شلون نقول راحت من عندنا، بس الحمد لله مجمل المباراة أنا راضي على الفريق، الفريق بعد كلهم شباب الحمد لله، هذا ما راح يبرد الفريق المباراة الجاية إن شاء الله، عندنا المباراة الجاية نحقق بها انتصارات ونبقى بالصدارة إن شاء الله. نقول اليوم الحمد لله والشكر، أهم شيء النتيجة، لأن كانت النتيجة مهمة إنه تعدل ترتيبنا بالدوري. أشكر جميع اللاعبين، أشكر الإدارة، أشكر الجمهور اللي حضر اليوم، إن شاء الله نوعدهم المباريات الجاية تكون أحسن وأحسن. عندنا المرحلة الثانية إن شاء الله راح نعدل وضعنا، نعدل استقطابات جديدة إن شاء الله، أتمنى يعني إن شاء الله نمشي بالطريق الصحيح، ومكان سوران مو هذا المكان اللي بي الآن بالترتيب، يعني مكان إن شاء الله للأمام. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.